مرمى يتحلى فيها. طيب اذكركم هذه اللقطه اللي انت طلعت لي هذه برضه ابو سبعان اسمح لي بس لاني ربطت الموضوع هذا على اساس الجمهور او المتلقي يفهم شو اللي اقصده الحقيقه. ابي ارجعكم بس في الذاكره لمحمد الدعيه. محمد الدعيه يوم بدا كحارس مرمى حتى توقف يمكن افضل رجع لقطه مشتركه بينه وبين المهاجم يتحاشى ان يدخل على اللاعب او يؤذي اللاعب. طيب. مع ان هناك فرصه. انا اقول ان الان خسرنا مثلا ان شاء الله ما خسرنا. بس خلينا نتكلم عن مباراه كابتن. لا نروح نتكلم عن اللقطات اللي لا هي اجمالا أوكي. اللاعب يفترض انه يتحلى الحقيقه بالاخلاق ويتحلى ايضا بمهاره تحاشي اذا المنافس مهما يكون. طيب. اللقطه هذه اللي سواها ابو سبعان ايضا غير مقبوله. تذكر ابو سبعان قبل فترة أيضا صدر بحقه قرار إيقاف يمكن شبيه بهالموقف لا أعلم، لذلك يتكرر. يمكن تكون عادة في الأخير تصبح عادة للاعب أنه كل دخول أو كل مباراة يكون فيها ضغوط يبتدي يظهر عليه. طيب. التصرفات غير لائقة. بس يمكن اللقطة هذه يعني اللي واضح ما هي مقصودة يعني أنا برجع لك حمد. بس اسمح